رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. هل الأخ الذي أغناه الله يتذكر أخاه أو أخته وهو يجتمع بأولاده على مائدة طعام تكفي العشرات؟ طاعون الكورونا، هل هو عقاب من الله سبحانه وتعالى أو هو ابتلاء لعباده؟ وهنا نعرف قيمة الإيمان وقيمة المؤمنين بالله سبحانه وتعالى. الإمام الطيب قبل الإفطار ضمن منهج